السلام عليكم ومرحبا بكم. نتمنى تكونوا بألف ألف خير. كما كتشوفوا اليوم إن شاء الله الفيديو ديالنا غيكون مختلف. غادي نهضروا على تحضيرات عيد ميلاد الإبنة ديالي. كما كتشوفوا هادشي هو يعني اللي حضرته في العيد ميلاد. بطبيعة الحال ماشي كلشي، كاين حوايج اللي شريتهم واجدين وكاين حوايج اللي أنا بنفسي حضرتهم وغادي نشاركهم معكم ونشارك معكم بعض الأفكار اللي تقدر تساعدكم، خصوصا البنات اللي جداد هنا لألمانيا تقدروا يعرفوا الحوايج منين يشريوهم ومنين يجيبوهم. كما كتشوفوا هنايا نبدا معكم الديكوراسيون. هاد النفيفيخات هادو كيجيو غزالين، كاينين في الوان مختلفه واشكال مختلفه. كاين هاد هابي بيرثداي اللي على هاد الشكل هذا، شريتها من تيدي. بالنسبه للبنات اللي بغاو يديروا عيد ميلاد وليداتهم هنا في المانيا ويعني وما تعرفوش فين كيمشيو، البنات في تيدي كاينين اشياء رخيصه بزاف بزاف واشياء اللي تعاونك، بحال هاد الآلة هذه اللي كتنفخ النفاخات. صراحة رخيصة، شريتها بأورو وكتساعدك في النفخ بواحد الطريقة ما يمكنش، يعني كتنفخ لك بطريقة سريعة جدا وما كتاخدش الوقت نهائيا، وكتقدري ديها معك حتى لابيسين، يعني تنفخي بها شومبرير هكا ديال وليداتك، ولا يعني كتستعمليها عدة استعمالات كما كتشوفوا دغيا دغيا كتنفخ ليكم. وهكا وجدت نفيفيخات كلهم. من بعد كيكون معاهم واحد الشريط اللي كنلصقوهم مع بعضياتهم وكنلصقوهم في الحيط. ودز هنا كنوجد الطبلة، كنوجد داكشي اللي واجد وغادي يتحط في الطبلة هو الاول. هنا خديت هاد الشكل هذا ديال اناء ولا فاز ولا ما عرفت هذا، وغطيته هكا بواحد الغيبون هكايا في الذهبي باش يعطيه واحد المنظر زوين. وخديت هادوك الماشميلو على هاد الشكل هذا، درتهم بحال في القطبان بهاد الطريقه هادي. درت وحده بيضه وحده غوز هكايا كيعطيو المنظر حسن ما نحطهم هكا مشتين، ففكرت في الطريقه هادي كتجي يعني حسن، كتعطي واحد المنظر زوين للطبله. كما كتشوفوا كنستمر على هاد المنوال هذا حتى كنكملهم بهذه الطريقه هذه، وهكا كيكونوا موجودين والمنظر ديالهم كيكون زوين في الطبله. وخديت هاد البونبونيير الكبيره هكا وعمرتها بلي بونبون. بطبيعه الحال هاد لي بونبون هادو راهم فيغان، يعني ما فيهم لا الكول لا جيلاتين لا حتى شي حاجه. كناخذهم بهذه الطريقه هذه وكنحطهم كلهم، يعني خلطت كلشي كاع لي بونبون هكا خلطتهم في هذيك البونبونيير. ومن بعد راه غادي نحلها والوليدات راه غياخذوا، كل واحد ياخذ الكميه اللي بغى على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كنخلطهم وهكا كتكون كيكونوا يعني لي بومبو هكا واجدين اولا موجودين هكايا للاكل. كنحطها على جنب وكندوز نصايب لي كادو للوليدات الصغار. بطبيعه الحال كندير لهم واحد سوربريز ولا مفاجاه ليهم، كتبقى هكا على جنب كيفرحوا بها الوليدات. كما كتشوفوا هنا خديت لي ساشي وشريت هنايا هادو جيل دوش على هاد الشكل هذا الزوينين غزالين. البنات اللي بغاو يشريوهم راه كاينين في ميولاغ، خديتهم من ميولاغ. وخديت هادو ديال الصابون ديال الفقاعات اللي كيعجبوا الوليدات بزاف. وخديت الشوكولاتة هي غادي نعطيهم شويه شويه، ما غاديش نكثر من الشكلاط بزاف، راه كنعرفوا ان الوليدات غادي ياكلوا الشكلاط حتى في الحلوى في حوايج اخرى، يعني ما نكثروش ليهم. وكما كتشوفوا هنا خديت ساشي، كل ساشي كندير فيه جيل دوش ديالو، كندير فيه شوكولا وكندير فيه داك اللعبه ديال الفقاعات اللي كتعجب الوليدات. وكما كتشوفوا هاد الساشي اللي شريت ما فيهش يعني ما فيهش ليديدات وما كيتسدش، فاختاريت اني ندير ليه هذاك الغيبون اللي انا ديجا عفوا استخدمته، وكنسدو بحال هكا بشريط بهذه الطريقه هذه، وكيجي المنظر ثاني عطي منظر زوين. كما كتشوفوا هكا هنايا وجدتهم وحطيتهم على جنب. وغادي ندوز غناخذ حتى هاد البونبونيير الصغيره، اختاريت ندير فيها لي ماكارون. لي ماكارون شريتهم واجدين ما حضرتهمش نظرا لضيق الوقت، يعني كما كتعرفوا مع الدار مع الوليدات مع بزاف الحوايج ما غاديش نقدر نلحق على كل شيء نحضره بايديا، فقلت علاش لا غادي نشري داكشي اللي قدرت عليه اللي غادي يكون موجود
واللي ماشي موجود او اللي يعني ما غاديش ارتاح فيه في بلاصه اخرى غادي نصيبو الراسي. بالنسبه لماكارون البنات راهم موجودين في لي سوبر مارشي اشكال وانواع كاينين. طبيعه الحال ما لقيتش لون واحد ديما تيكونوا مخلطين. وهنايا حطيت في هذا البلاطو هذا حطيت دونات. بالنسبه للدونات البنات انا راه شريتها موجوده ما وجدتهاش مره كنوجدها لوليداتي، ولكن الصراحه لضيق الوقت وكما قلت لكم الضغط وبزاف الحوايج فقلت ربح الوقت شريتها على هذا الشكل هذا وحطيتها هكا في طبيسيل على هذا الشكل ولا في بلاطو بهذا الشكل هذا. هنايا البنات غادي نوجد هذيك الشكل ديال بولو ديال الحلوه ديال بولو. انا ما عنديش هذاك المول ديال بولو باش غادي نصايب الكيك ونصايب الشكل يجيني متناسق وزوين، ولكن فكرت في هاد الفكره هذه الوليدات هكايا غادي تجيهم زوينه وغادي تعطي من نظر زوين والولاد غادي يعجبهم الحال انهم ياكلوا بهذيك الطريقه ديال البولو فهاد البسكوي هذا. فشريت هاد الكيك عفوا ماشي بسكوي هو كيك اللي تيكون محشي بالكريمه موجود في اي سوبر مارشي مشيتو. بالنسبه للبنات اللي يلاه جاوا راه كاينين وموجودين اشكال وانواع ديالو. كتخليه في الثلاجه حتى كتكوني ذوبتي الشكلاط وجدتي العواد وكل شيء باش غير كتخرجي كتخدمي بيه دغيا وكترجعي الثلاجه باش كيشقبط راسو. كما كتشوفوا هنايا انا درت فيهم العويدات على هذا الشكل هذا وقديتهم بهذه الطريقه هذه. وكما قلت لكم كتكون عندنا الشكلاط ديجا دايب وواجد. بالنسبه للشكلاط البنات هنايا انا لحد الساعه ما لقيتش شي شكلاط ابيض اللي كيكون فاش كتذوبيه وكتدهني به كيكون رائع. لحد الساعه ما لقيتوش، يعني حتى هذا جديد يلاه جابو الكوفلاند واستخدمته ولكن ما عجبنيش بزاف. اللي كتعرف شي شكلاط ابيض زوين هنا في المانيا تكتب لي وتخلي لي كومونتير. وكما قلت لكم استخدموا الشكلاط اللي يكون مزيان باش يعني كيهبط دغيا وكيجي مزيان وكيعطي حتى المنظر واللمعان كيكون زوين. كما كتشوفوا هنايا غطيتهم، مني كنغطيهم كنعاود هكا مني كنكملهم يعني في الغطاء كامل بالشكلاط كنعاود ناخذ واحد الموس هكا ديال الزبده وكنبدا ندهنهم هكا باش كننزل هذاك الشكلاط هذاك الفائض اللي كيكون عندنا فيه من الفوق ومن الجناب وداك الشيء كنحاول اني نقادو. كما قلت لكم الشكلاط هنا ما ساعدنيش بزاف، يعني كيبقى كيتلصق وكيرجع. فانتوما استعملوا شكلاط النوع الجيد اللي كتعرفوه. وكما قلت لكم هكا مني كنغطي هكا دغيا ثاني تنجيب الحاجه اللي غادي نزوق بها. يعني شوفوا نتوما على حساب التيمه اللي غادي ديروا في لي كولور وفي الزواق وفي الالوان. هنايا جبت هاد الحبيبات الذهبيين هكا ودرتهم من الفوق هكا كيعطيو المنظر زوين وهكا تيكونوا واجدين للتقديم. فكما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم النهائي. كنحطهم في طبق على هذا الشكل وكندوز هكا كنوجد البوبس كيك. كما كتشوفوا هنايا عندي هاد العويدات هادو ديال البوبس كيك راه موجودين في الدي ام كما موجودين حتى انا شريتهم صراحه من كوفلاند حتى هو راه موجود فيه. وكما كتشوفوا هنا خديت كيك اللي واجد وزدت عليه جوج معالق كبار ديال شوكو يوغورت. نتوما كيفاش نقول لكم الا كنتو يعني كتوفروا على شي دانون كيشبه الدانات يكون حسن. وحتى هذا راه جا مزيان يعني جا لذيد فيها جمعتو به جا لذيد بزاف وعطى واحد البنه زوينه. وكما كتشوفوا كنبدا ندير هذوك الكويرات وكنرجعهم للثلاجه كنخليهم حتى كيبردوا مزيان وكنكون كيكونوا قبطوا ريوسهم وكنكون وجدت الشكلاط الابيض كما قلت لكم يكون نوعيه جيده. وكنخرجهم وكنعاود نغطس هذوك العويدات في الشكلاط الابيض ونستفهم في هذوك الكويرات وكندخلهم ثاني يجمدوا. ومن بعد ثاني عاد باش كندير لهم الشكلاط الابيض وهكا تيكونوا موجودين.
وندوزو لي تارتلات او لا هكا لي تارت هكا صغيورين كيما كتشوفو. هادو شريتهم من كافلاند، غزالين مقرمشين بنانين، العجينه ديالهم بنينه. غادي نحتاج الحليب، وغادي نحتاج لهاد الكريمه هادي اللي كتجي غزاله، كتشبه شويه البودينغ ديال الفانيلي. كنطربها مع الكميه اللي كتكون مكتوبه وراء العلبه ديال الحليب، وتقريبا 400 مليليتر، وكنزيد عليها الساشي وكنطرب. هكا كتكون الكريمه واجده كما كتشوفوا. كنحطها يعني بالشكل اللي بغيتو، يعني نتوما حطوها بالمعلقه ولا حطوها هكا بالبوش، يعني اللي بغيتو. وبالنسبه للتزيين، يعني هنايا تقدروا تزينوا بالفواكه، تقدروا تزينوا باي حاجه، يعني نتوما شفتوها مناسبه ليكم. انا لضيق الوقت صراحه كنت غنزينهم بالفواكه، ولكن لضيق الوقت ما بقاش عندي الوقت بزاف، فخديت واحد الحبيبات هكايا ديال العقيق في الثمانيه اللي انا فيها، اللي هي البيض والدوغي وشويه هكا ديال الغوز، اللي صراحه كان الرغبه ديال بنتي اللي تدخل هذاك اللون، وزدناه ليها كما كتشوفوا. البيض والدوغي هكا حبيبات اللي زينت بهم هكا وخليتهم سامبل وبساط، وكيجيو لذادين وبنانين بحال محضرين في الدار تماما، وهكا تيكونوا موجودين للتقديم. وهنايا كما كتشوفوا غادي ندوز نوجد التاكوس. كما كتشوفوا هذا خبز تورتيلا موجود في جميع يعني المتاجر التجاريه. كناخذو كنقطع كندير دوائر على هذا الشكل، هذا يكونوا متساويين عفوا، وكناخذ هكا هذا ديال باريزيان وكنستفهم فيه، وغادي ندخلهم نصهدهم هكا شويه في الفران باش كيجيوني ساهلين في الخدمه عفوا، وتقبطوا راسهم دغيا وتيجيو هكا شويه مصهدين، وغادي نخرجهم ونكمل بهم الحشو ديالهم. كما كتشوفوا هادو مملحات اللي وجدتهم من قبل، يعني الا بغيتوهم خليو لي لي كومونتير نشارك معاكم الطريقه ديالهم، ساهله بزاف. وبالباندومي كلهم درتهم بالباندومي، وعمرتهم بالسوريمي، كاين اللي عمرتهم بالطون، كاين اللي عمرتهم بالسومون، كاين اللي عمرتهم بلادان فيمي، وكاين اللي عمرتهم بالفرماج وكاشير، يعني حشوات مختلفه. ودرتهم في الفريكو، ضروري ما ديرهم في الفريكو اولا المجمد كونجيلاتور، تخليوهم مزيان حتى كيقبطوا في راسهم باش كيجيوكم في التقطاع واقفين، وكيجيوكم ساهلين في التقطاع. كما كتشوفوا كنخرجهم وكنزوقهم من الفوق، سوا بلي صوص سوا بهدف زوقته بلا دانت فيمي، وتنقطع التقطاع كيما بغيت، يعني طولي عرضي اللي بغيتو. وهكا كنستمر على هاد المنوال حتى كنكمل كاع المملحات اللي عندي، وتنقطعهم وتنوجدهم وتنخليهم على جنب، ومن بعد كنزينهم في البلاطو ديالهم. تقدروا تزينوهم يعني بالزيتون باي حاجه من الفوق، ماتيشا كورنيشو اللي كان موجود عندكم كتسوقوا به، وكيكون هكا المنظر زوين، وحتى البنه تتكون لذيذه بزاف. كما كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديالهم. كنصفهم هكا في لي بلاطو، كنخليهم في الثلاجه حتى كيجي وقت التقديم وتنقدمهم. بطبيعه الحال كنرافقهم بالمشروبات. وهنايا كما كتشوفوا الكاطو ديال لانيفيرسير اولا ديال عيد الميلاد اللي كنت هنايا تنحضر فيه، حضرته راسي يعني ما شريتوش واجد. كما كنعرفوا هنايا واخا في المانيا شويه
كتجيني البنه ناقصه عندهم، وحتى يعني حتى الكيك ناقص من غير الديكوراسيون راها كاينه، تقدري تشري من اي باتيسير كيعطيك الديكور كاين، ولكن البنه كتكون ناقصه. كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديالو، حضرته بهذه الطريقه هذه، و جا كما كتشوفوا بهذا المنظر هذا زويون، يعني جاتو بسيط، عيد ميلاد بسيط، كل شيء تقريبا كان جاهز. اللي ما شاركتش معكم مالي كاب كيك، لا غوسيت ديالهم ديجا كاينه عندي في القناه اللي بغاها. فلي كاب كيك ديجا يعني كما قلت لكم شاركتهم معاكم، غير درتهم في هذوك الكريطنات هكا صغار كيتباعوا في الدي ام، وشي حاجه هكا درت ليها الكريمه، كاينين وليدات اللي كيبغيو الكريمه وكاينين اللي ما كيبغيوهاش، فخليت شي حاجه كاينه فيها الكريمه وشي حاجه لا. هذه هي لا تابل ولا البوفي اللي درت على هذا الشكل هذا، و كما كتشوفوا كيجي هكا خفيف ظريف، وكل شيء سهل وبسيط ودغيا كنوجدوه كما قلت لكم مع الوليدات، والضغط ديال يعني ديال الشقة وديال شحال من حاجه، فكتجيك هكا شويه سهله تقدري دغيا توجديهم وتحضريهم للوليدات. كنشكركم على المتابعه ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.